الأخبار من الحدث. واشنطن تدعو الكاظمي للسيطرة على الميليشيات المدعومة إيرانيا وتحذر من جر العراق للعنف الطائفي. جولة جنيف الرابعة تبحث إجراءات بناء الثقة بين الليبيين، والأمم المتحدة تأمل تجاوز عقبات وقف النار. السودان يؤكد للجنائية الدولية على محاكمة مجرمي دارفور ويقدم 3 مقترحات لكيفية محاكمتهم. إيران تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا، وتونس تحضر التجول والإصابات تتخطى 40 مليون. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه ساعة إخبارية جديدة من الحدث. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة المجزرة التي ارتكبت بحق مدنيين في محافظة صلاح الدين العراقية على يد الميليشيات التابعة لإيران، حسب ما جاء في بيان رسمي للوزارة. وربطت الخارجية الأمريكية ما حدث في صلاح الدين بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل ذلك بساعات، مشيرة إلى أن ذلك الحادث نفذ أيضا على يد الميليشيات الإيرانية. وأكد البيان أن الحكومة العراقية بحاجة لبسط سلطتها بشكل فوري على الميليشيات المدعومة من إيران التي تستهدف الأقليات الدينية والعرقية خارج إطار القانون والمتظاهرين السلميين والنشطاء والأحزاب والبعثات الدبلوماسية. وطلب البيان بضرورة تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة، مع الإشارة إلى أن الأفعال التي ترتكبها هذه الميليشيات تحول دون تقديم المجتمع الدولي المساعدة للعراق، وتقود العراق إلى حالة من الفوضى والعنف الطائفي. كما حثت الخارجية الأمريكية كافة الأطراف على التصرف بشكل مسؤول والعمل معا لمساعدة العراق على تخطي تحدياته الاقتصادية والاجتماعية وأيضا جائحة كورونا. هذا واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يزور باريس في جولة أوروبية. كان الكاظمي التقى نظيره الفرنسي جان كاستكس وطلب منه مساعدة العراق في الحرب ضد داعش، بينما أكد كاستكس حرص باريس على مساعدة العراق في مختلف الصعد. زيارة الكاظمي لباريس تأتي ضمن جولة أوروبية تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا، حيث يبحث عدة ملفات منها رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية والحرب ضد داعش. من بغداد ينضم إلينا أمين عام حزب الحوار والتغيير النائب السابق حامد المطلق. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه الساعة الإخبارية. نناقش معك تعليقك على هذا البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إدانة الخارجية الأمريكية الواضحة والممزوجة بمطالبة الحكومة للسيطرة وبسط نفوذها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولقناتكم الكاذبة، قناتكم الكريمة والأخوة المشاهدين أينما كانوا. الحقيقة هذا النداء وهذا البيان هو يعني ليس غريب. الشعب العراقي قبل السيد بومبيدو وقبل كل الأطراف الأخرى مصلحته تطالب بأن الحكومة تقوم بإجراءات حاسمة وواضحة، أن تلاحق هؤلاء المجرمين وهؤلاء القتلة وتحيلهم إلى القضاء العام. وأنا من وجهة نظري هؤلاء يجب أن ينالوا عقابهم الصارم والواضح أمام عيان جمهور الشعب العراقي، لأن هؤلاء مضرتهم على الشعب العراقي وعلى مستقبل أبنائنا ومستقبل بلدنا أكثر مما يضرون الجهات الأخرى، سواء أمريكا أو الدول الأوروبية أو كل دول العالم. المضرة تقع على الشعب العراقي أولا وأخيرا. لذلك هذا النداء في محله،
ولكن نحن نطالب أنه الضمير العراقي وضمير القوى السياسية العراقية والحكومة العراقية والمسؤولين قبل أن يسمعوا هذا النداء أن يستجيبوا للنداء الإنساني ونداء دماء الشهداء ومستقبل الأبرياء من أبناء شعبنا. هذا البيان نعم. واقع ونحن لا تفضل. نعم تفضلي. هذا البيان بشكل واضح يعني يربط هذه المجزرة بالميليشيات التابعة لإيران بشكل واضح، وأيضا يربطها بما حصل قبلها بساعات وهو حرق المركز الحزب الديمقراطي الكردستاني. إلى أي مدى يضع ذلك عبئا أيضا وضغطا على الحكومة لتقدم الجناة الحقيقيين للعدالة؟ يعني المخابرات الأمريكية أو الجهات الأوروبية ربما لديها معلومات تتوفر لديهم بحكم قدرتهم على المتابعة أكثر من المعلومات التي قد تتوفر لدى الحكومة العراقية، لكن أمر واضح، السلاح المنفلت الذي لا يستجيب لنداء الدولة ولا يستجيب لنداء القانون ولا يحترم هيبة الدولة العراقية وهيبة القانون ولا يحترم دماء الناس العراقيين وسمعة البلد في الداخل وفي الخارج، هذا سلاح بالتأكيد هو مدعوم من جهات خارجية. لذلك يجب أن تحدد هذه الجهات وأن تحاسب وأن يلقى القبض على هؤلاء الجنات ويحاسبون. لماذا لم تحدد هذه الجهات حتى الآن من قبل الدولة العراقية؟ يعني الكل يعلم من الجهة التي تقف وراء ذلك ولا أحد يسميها ولا أحد يحاسبها، لماذا؟ نعم، هناك أمر واضح للجميع أن تغلغل الأيدي الخارجية والجهات الخارجية في العراق أمر واضح جدا. لذلك خلقت دول داخل الدولة العراقية وجهات مسيطرة وتمتلك السلاح وتمتلك المال، وما هذا الفساد المستشري بهذا البلد وما هذا التدني إلا من جراء خرق القانون والتجاوز على هيبة الدولة وعلى ممتلكاتها، لذلك هم يملكون كل شيء وبالتأكيد هم مدعومون من الخارج. نحن لا نستطيع أن نحدد الجهة، يعني بالتأكيد الجهات تعرف، الجهات الحكومية تعرف من أين هؤلاء يدعمون وتعرف من يقف وراءهم، لكن المطلوب نحن قبل أن نحدد يعني الجهات التي تقف من وراءهم أن نقطع أيدي هذه الجهات وأن نمنعهم أن يتجاوزوا على سيادة العراق. طيب كيف؟ على حدود العراق وعلى أمن العراق دائماً، وأن نفرض على المواطن العراقي أن يلتزم بالقانون العراقي وأن يلتزم بروح المواطنة الحقيقية ولا يكون ذيلا للخارج ولا يكون ذيلا للجهات أخرى. نعم، ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي؟ يعني كيف يمكن وضع حد للسلاح المنفلت في العراق؟ يعني السيد الكاظمي بصفته رئيس الحكومة وهو كان يعني رئيس المخابرات، هو الآن القائد العام للقوات المسلحة، عندما يذهب إلى أوروبا لكي يحسن العلاقات ليبني البلد اقتصاديا وأمنيا وعسكريا وغير ذلك، عليه أن يقوم أولا وقبل كل اعتبار آخر بإيقاف تجاوز هؤلاء وانفلات سلاحهم على المواطنين. لأن الجانب الآخر لا يؤمن عندما يريد أن يستثمر أو عندما يريد أن يساعد العراق أو يبعث بدبلوماسيه أو سفارتهم، لا يؤمنوا على أرواحهم في العراق. صحيح. لذلك على السيد الكاظمي أن يكون حاسما وقويا في متابعة وملاحقة هؤلاء والأخذ على أيديهم ومحاسبتهم وفرض هيبة السلطة وقوة القانون. القانون معه والشعب العراقي معه ومصلحة الشعب العراقي معه. نعم. ومسؤوليته أيضا بالإضافة لذلك. طيب. تفرض عليه بأن يلتزم بروح القانون وأن يطبقه، لأن القانون معه يقف ضد الإجرام وضد انتهاك حقوق الإنسان وضد انتهاك حقوق البلد واختراق مقدساته واعتباراته الأخرى. رئيس الحكومة الآن في زيارة أوروبية، البيان يقول أن الأفعال التي تحدث تحول دون تقديم المجتمع الدولي مساعدة للعراق. في هذه الجولة إذن، هذه المجزرة الأخيرة وقبلها حرق حزب الديمقراطي الكردستاني وأعمال أخرى، اختطاف واغتيالات وأيضا إطلاق صواريخ دائما على المنطقة الخضراء، تهديد البعثات الدبلوماسية، إلى أي مدى تضغط أو تؤثر على هذه الجولة التي يقوم بها رئيس الحكومة الآن؟ يعني هذه بالتأكيد تؤثر تأثير كبير. يعني الدول الأخرى عندما تريد أن تستثمر أموالها في العراق أو ترسل موظفين للعراق يجب أن تطمئن على سلامتهم وعلى أيضاً الحفاظ على أموالهم واستثماراتهم. لذلك أنا أعتقد موضوع التعاون مع السيد يعني الكاظمي سوف يكون محجوب أو مشروط بعدد نقاط. أول هذه النقاط من وجهة نظري هو الأخذ بقوة على أيدي السلاح المنفلت
وعلى إيقاف التدخلات في البلد، وعلى الحفاظ على القانون وسلطة الدولة، والحفاظ على الأموال وعلى الاستثمارات وعلى إنسانية الإنسان وحقوق الإنسان، وإخراج العراق من السمعة التي ألصقت به من جرائم انفلات السلاح وتدخلات الخارجية في شأنه، والفساد المستشري والقتل والذبح يعني في عدة أماكن. يجب أن يكون يعني العراق يرتقي إلى مستوى يليق به في سمعته الدولية وفي اعتباراته في المجتمع الدولي، لكي يؤمن تلك الدول على الأموال التي ترسل، ويؤمن أيضا على سمعة وسلامة أبنائهم وسفاراتهم وهيئاتهم الدبلوماسية وممثلوهم الذين يستثمرون أو يعملون في العراق. هذا أمر طبيعي جدا. لذلك نعتقد من أول هذه الشروط التي سوف تفرض على السيد الكاظمي والوفد المرافق له، ونعلم أن الوفد المرافق له هو وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس البنك المركزي العراقي ورئيس الاستثمار، يعني معنى ذلك أن هذه السفرة تتعلق في الاستثمار وفي التنمية وفي تطوير الاقتصاد وفي البناء وفي تطوير الأجهزة العسكرية والمنشآت العسكرية والمطارات وغيرها، وعلى أيضا الحصول على الدعم المالي. لذلك يعني يجب أن هؤلاء عندما يريد أن يقدموا الدعم المالي أن يؤمنوا على أنه الدعم الذي سوف يقدموه والعلاقة التي سوف تبنى مع بلد مستقر وفيه قانون وفيه هيبة، ويؤمنون على ما يرسلون للعراق. شكرا جزيلا لك أمين عام حزب الحوار والتغيير النائب السابق حامد المطلق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل سلطان العكوب بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالمحافظة. كانت الهيئة قد أعلنت تأليف فريق تحقيقي للكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة المحافظ الأسبق، وضبط عدد من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تم ضبط أولياتها 76 مليار دينار، وتمت إقالة العقوب على خلفية حادثة انقلاب العبارة في نهر دجلة والتي أودت بحياة 100 شخص في منطقة الغابات في الموصل. فصل قصير مشاهدينا، ومن بعد نواصل هذه النشرة. أخبار من الحدث.
واشنطن تدعو القادم للسيطرة على الميليشيات المدعومة إيرانيا وتحذر من جر العراق للعنف الطائفي. جولة جنيف الرابعة تبحث إجراءات بناء الثقة بين الليبيين والأمم المتحدة تأمل تجاوز عقبة وقف النار. السودان يؤكد للجنائية الدولية على محاكمة مجرمي دارفور ويقدم 3 مقترحات لكيفية محاكمتهم. إيران تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا وتونس تحظر التجول والإصابات تتخطى 40 مليون. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصل رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية في زيارة مفاجئة إلى أنقرة للقاء نظيره التركي ورئيس الأركان لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث تدخل تركيا طرفا رئيسيا في الصراع الدائري في ليبيا عبر دعم القوات التابعة لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج. تأتي الزيارة بالتزامن مع انطلاق محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية التي تجرى في جنيف. هذا وتستمر في جنيف اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تمثل طرفي النزاع في ليبيا. ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز دعت إلى فتح المعابر وإزالة العراقيل، موضحة أن الجلسة الحالية تبحث في إجراءات بناء الثقة، وأملت الأمم المتحدة في بيان مقتضب في حل كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا، إلا أن البيان لم يتطرق إلى تصريحات المشاركين في تلك المحادثات المغلقة، يتعين على اللجنة العسكرية المشتركة تحديد شروط وقف إطلاق النار الدائم مع الانسحاب من مواقع عسكرية. كما يشكل عمل اللجنة أي مسار الأمني أحد المسارات 3 التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي. هذا ونشد السفير الألماني في ليبيا طرفي النزاع تسهيل المحادثات والتفاوض على وقف إطلاق نار شامل يمهد الطريق نحو ليبيا موحدة وآمنة ومستقلة. من جنيف ينضم إلينا موفد الحدث نور الدين الفريدي. نور الدين أهلا بك معنا. إذن محادثات في 4 أيام، اليوم هو اليوم الأول لها، ما الذي تمت مناقشته وما الذي سيكون موجود على أجندة الأيام 3 القادمة؟ انتهى اليوم الأول من هذه الجلسة الجولة الرابعة لمفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين، أي بين قوات المشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي وقوات حكومة فايز السراج. هذه المباحثات التي وصفتها ستيفاني ويليامز بأنها تكتسب أهمية قصوى، لأن الجانبان يريدان في هذه الجولة أن تكون منصة للعمل المشترك الذي يدعم المسار الأمني، الذي يدعم جهود التهدئة في الميدان. ستيفاني ويليامز في كلمتها الافتتاحية دعت الجانبين أنهم أمامهم فرصة ثمينة لإحراز تقدم ملموس والتوصل إلى تفاهمات حول القضايا العالقة، والتوصل خاصة إلى اتفاق وقف تام ومستدام لوقف إطلاق النار. هي ناشدتهم أيضا بأن يناقشوا إجراءات ترتيبات بناء الثقة، وهي إعادة فتح المعابر الجوية والبحرية، وأيضا تبادل الأسرى والمحتجزين، وخاصة وأيضا إزالة العراقيل كافة أمام تدفق المساعدات الإنسانية في بالنسبة للمدن الليبية كافة، وهي حسب
ستيفاني ويليامز قالت خاصة مدينة سرت والمنطقة الوسطى في ظل تفشي أزمة كورونا أيضا في ليبيا مما يزيد في مضاعفة معاناة الشعب الليبي. نعم. هي دعت الأطراف الليبية اليوم من خلال الجانبين إلى العمل على تفادي أو الحؤول دون تدخل الأطراف الخارجية، لأن تدخلها في النزاع الليبي يساهم مباشرة في إطالته. نعم. تفضلي ضحى. طيب نور الدين، في يعني مشاركاتك السابقة قلت بأنه نقلت لنا بعض الأجواء فيما يتعلق بأول لقاء أو أول تقابل بين الجانبين وجها لوجه منذ عام. أيضا مزيد من هذه الأجواء لو تنقلها لنا، وهل كل الاجتماعات التي حدثت بعد ذلك كانت اجتماعات مشتركة، يعني كان فيها الجانبان معا، أم فقط اللقاء الأولي كان يجمع الطرفين؟ هذا هو في هذه الجولة على حد ما أعلم وما تابعت، هي الجولة الأولى التي يلتقي فيها المفاوضون وجها لوجه. في المفاوضات السابقة في جنيف هنا كانت المباحثات تجري بين الأمم المتحدة وكلا الوفدين. ما لاحظناه اليوم أن الوفدين ربما قدم إلى مقر الأمم المتحدة في سيارة واحدة، سيارة كبيرة فان، وخاصة أنهما في افتتاح الجلسة كان الجانبان وجها لوجه، وأيضا استمع للنشيد الوطني الليبي معا في قبل افتتاح الجلسة من قبل ستيفاني ويليامز، وبعد ذلك تلتها كلمات الوفدين. معنى ذلك أن إذا أخذنا هذه الإشارات الإيجابية يمكن القول بأن بوجود استعداد ما تحدث عنه ستيفاني ويليامز بأنها لمست في غضون اليومين الماضيين، لأن حدثت بعض الجلسات التمهيدية على صعيد ثنائي بين الأمم المتحدة وكلا الوفدين يومي السبت والأحد، وهي استنتجت استعداد الجانبين للعمل معا على أن تكون هذه الجولة منصة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التهدئة، وهي تهدئة مهمة جدا حتى وإن كانت هشة بالنسبة للبعض، فهي مهمة جدا خاصة على مستوى خط التماس بين سرت والجفرة، ويعتبر هذا الخط أو خط المواجهة قبل أشهر الآن يوصف بخط التماس. هناك بناء لقدرات عسكرية وتكديس لقدرات عسكرية من الجانبين، ولكن الملاحظ أيضا والعنصر الإيجابي أيضا هي أن التهدئة قائمة مهما كانت هشتها. لذلك فهذا التوازن الموجود ويوصف أحيانا بتوازن الرعب هو أيضا فرصة للمفاوضين وفرصة بالنسبة للأطراف الليبية كافة للتقدم هذه المرة والتوصل إلى تفاهمات بالنسبة لإجراءات بناء الثقة، وهي تفاهمات تبدو سهلة لكنها ضرورية دائما. نعم. ضحى. نعم. قبل التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات سياسية لاحقا، يجب التوصل أولا وقبل. نعم. كل شيء إلى إجراءات بناء الثقة، لأنها تمس المواطنين المدنيين مباشرة بالنسبة لمئات المحتجزين والأسر الذين تنتظرهم، بالنسبة للعائلات والمئات والألاف الذين لا يستطيعون الحصول على المساعدات الإنسانية لأنها محاصرة من هذه المجموعة أو من. نعم. تلك المجموعة، وأيضا بالنسبة للمعابر التي تعترض سواء كان الجهود المدنية وخاصة المواطنين في هذا الظرف بالذات. يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار بأن ليبيا مثل جيرانها تعيش ليس فقط أزمة النزاع، تعيش أيضا أزمة تفشي الفيروس، وهذا عنصر ضاغط. صحيح. أيضا. نعم. على المفاوضين هنا مثل ما أكدت ستيفاني ويليامز اليوم. تفضلي. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات موفد الحدث نور الدين الفريدي، كنت معنا من جنيف. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي الليبي الدكتور محمد الزبيدي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه الساعة الإخبارية. أبدأ معك من حيث انتهى زميلي، وأهمية العمل على إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، لقاء الطرفين اليوم وجها لوجه، إلى أي مدى في حد ذاته يعكس إرادة من الجانبين على الاستمرار في هذا الطريق، بناء الثقة، ربما حل القضايا العالقة، أو يعكس رغبة حقيقية للعمل على المسار السياسي والعسكري سويا؟ مساء الخير أستاذ ضحى، تحياتي لك ولطاقم القناة.
اللقاءات ما بين العسكريين قريبين جدا من بعضهم البعض. يعني هذه المدرسة العسكرية دائما فيه نوع من الوئام ما بين أفراد المؤسسة ونوع من الولاءات لبعضهم البعض. هذا من حيث الشكل اللقاء بهذه الحميمية وبهذا الأسلوب هو نتاج طبيعي للقاء الغردقة. لا ننسى هذا، علينا لا نقفز على اللقاء الذي جرى في مدينة الغردقة قبل أسبوعين من الآن ما بين ممثلين للمؤسسة العسكرية في ليبيا، ولتمهيد الطريق للقاءات 5+5 الذين اجتمعوا في الغردقة هم الذين هيئوا الطريق بشكل كبير جدا للذين التقوا اليوم في جنيف. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للقوات المسلحة كوحدة نظامية، الجيش بقيادة المشير حفتر منظم ومسيطر على الوضع في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسلطة الجيش والحكومة المؤقتة. الإشكال اللي يواجه الجماعة من الطرف الآخر من حكومة الوفاق هم الذين هم في وضع حرج بحكم سيطرة الميليشيات على المناطق التي يعملون بها، هؤلاء إرادتهم معيبة عند مصابة بعيب جسيم وهو عيب الكراه، لأن هؤلاء يوقعون ويتفقون على أشياء ويتعاملون مع رفاقهم في السلاح. نعم. ولكن عندما يأتي الدور على التنفيذ نجد كل ما تم الاتفاق عليه تستطيع الميليشيات بجرة قلم أن تنقضه. خاصة علينا أن لا نغفل أن اليوم محمد الحداد رئيس الأركان في إسطنبول. صحيح. كنت سأتي إلى هذه النقطة، ولكن قبل في جنيف. قبل هذه النقطة، هل هذه الجولة من وجهة نظرك ستعمل على حل القضايا العالقة أم تبقى الحلول والكلمة النهائية لما يدار ويتم الاستشارة فيه في تركيا وليس في ليبيا؟ يستطيع المتحاورون الاتفاق على أمر واحد وهو استمرار حالة وقف إطلاق النار، ربما حتى الاتفاق على خط للهدنة للفصل ما بين القوات. عدا ذلك لا يستطيع الطرفان حتى وإن وقعوا حتى وإن صدر بيان بأنهم اتفقوا على نزع سلاح الميليشيات وكف أيدي الأتراك وما إلى ذلك من الأماني التي نتمنى أن تتحقق، ولكن لا يستطيع أحد من المتفاوضين في غرب ليبيا أن ينزع سلاح الميليشيات. علينا أن نكون واقعيين في معالجة الأمر وفي النظر للأمر. هذا من جانب. من جانب آخر عليهم أن يستشيروا الأتراك في كل كبيرة وصغيرة يتم سواء التي يتم التفاوض عليها أو ما يتم الاتفاق عليه، لأن إرادة هؤلاء مع رهينة بمشغلهم التركي الذي يسيطر الآن على كل مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية في غرب ليبيا بقواعد العسكرية التركية المتواجدة المرتزقة، أكثر من 20,000 مرتزق موجودين على الأرض بأسلحتهم. نعم. الخبراء الأتراك موجودين وما إلى ذلك، فالوضع لحد ما. طيب، في تقول بأنه هذه الجولة تقول بأنه هذه الجولة قد تخرج بوقف الإطلاق النار، ألا يعد ذلك يعني خطوة كبيرة وتمهد لبدء المسار السياسي؟ لا شك، لكن هي الإشكال في مسألة وقف إطلاق النار، هل تلتزم الميليشيات بهذا أم لا؟ هنا الإشكال، لأن الميليشيات الذين يتفاوضون لا يملكون السلطة على الميليشيات. آمر ميليشيا أو زعيم ميليشيا أو ضابط تركي أو مرتزق يستطيع أن يخرق وقف إطلاق النار بشن هجوم على نقطة تمركز للقوات المسلحة في غرب أو في شرق ليبيا، ينهار هذا الاتفاق. ما هي الآليات؟ ربما إذا استطاع الطرفان أن يتفقا على دعوة أطراف خارجية للإشراف على وقف إطلاق النار، وأحب أن يكون أفارقة وعرب فقط ليس أكثر، لو تم التوصل إلى هذا الاتفاق حينئذ يصبح لوقف إطلاق النار معنا. أما الآن بين حينة وأخرى وبين فينة وأخرى هناك تهديدات يومية لوقف إطلاق النار من طرف الميليشيات، والتهديد بالهجوم على سرته والجفرة أو الموانئ النفطية وما إلى ذلك. فالأمور ما لم يتم تجسيد ما يتم الاتفاق عليه واقعا ملموسا على الأرض يبقى كل ما يجري هو نوع من الأماني، وإن كانت هي أماني طيبة في كل الأحوال. شكرا جزيلا لك أستاذ القانون الدولي الليبي الدكتور محمد الزبيدي، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا.
بعد تفكيكها لأكبر نقطة عسكرية لها في مدينة موريك بريف حماة الشمالي، بدأت القوات التركية بالانسحاب من نقطة المراقبة التاسعة لها في منطقة إدلب لخفض التصعيد لتسلمها لنظام الأسد. فصائل سورية موالية لتركيا تحدثت عن اتفاق تركي روسي ينص على انسحاب تدريجي للقوات التركية من 3 نقاط مراقبة في بلدات موريك والصرمان ومعار حطاط، و إعادة تموضعها حول الطريق الدولي M4 الواصل بين حلب واللاذقية. وأكد المرصد السوري للحدث أن الأتراك سينسحبون من العديد من النقاط المتواجدة في مناطق سيطرة النظام، بينما كانت مصادر سورية أشارت الشهر الماضي إلى مقترح روسي لتركيا يقضي بتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في إدلب. أردوغان يسحب قواته من نقاط، ليست فقط 3 نقاط حقيقة الأمر، النقاط المتفق على أن تنسحب منها القوات التركية هي موريك أولا وشيرمغار وأيضا الصرمان وتلتوقان وترمبا ومرديف ومعر حطاط، ونقطة أخرى تقع شرق سراقب أي في داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام. إلى الآن التحضيرات حزم الحقائب مستمر من قبل القوات التركية، لم تنسحب القوات التركية، لكن نعيد ونذكر بأن موريك وهي من أكبر القواعد العسكرية التركية، صاحب هذه الأرض التي جرى عقد بينه وبين فيلق الشام والحكومة التركية منذ 2 سنين، حتى اللحظة لم يدفعوا أجار هذه الأرض له. لذلك نقول بأن حتى أجار الأرض التي أنشئت عليها نقطة مراقبة تركية لم تدفع لصاحبها. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي كاش باتل زار سوريا بداية العام الجاري وأجرى محادثات سرية للتوصل إلى صفقة مع الأسد لإطلاق سراح مواطنين أمريكيين أو مواطنين أمريكيين على الأقل. ترجح واشنطن أن نظام بشار الأسد يحتجزهما. وأوضحت الصحيفة أن المسؤول بالبيت الأبيض المعني بمكافحة الإرهاب كاش باتل كان يأمل في أن تؤدي المحادثات إلى الإفراج عن الصحفي الأمريكي المستقل أوستن تايز والطبيب الأمريكي من أصل سوري ماجد كمال ماز الذي اختفى بعد احتجازه في نقطة تفتيش تابعة للنظام عام 2017. تعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى في سوريا مع نظام المعزول منذ أكثر من عقد. كشفت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن أكثر من 1000 مقاتل من سوريا أرسلوا إلى ناغورني كاراباخ يوم الجمعة الماضي. وأشارت الوكالة أن دفعة أخرى من المقاتلين يستعدون للانتقال إلى كاراباخ للقتال إلى جانب الجيش الأذري ضد أرمينيا. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تبحث خلال اتصالاتها مع أنقرة ملفات مختلفة في مقدمتها مسألة مشاركة مرتزقة من ليبيا وسوريا في معارك كاراباخ. يأتي ذلك إثر اتهام أرمينيا لتركيا بإرسال مرتزقة من منطقة الشرق الأوسط للقتال إلى جانب القوات الأذرية في إقليم كاراباخ، علما بأن أذربيجان نفت هذه المزاعم مؤكدة أن لديها ما يكفي من القوات العسكرية لخوض الحرب. تسعى السلطات الكردية لتقليل أعداد المحتجزين عن عوائل داعش في مخيم الهول الذي يعيش فيه عشرات الآلاف وسط نقص حاد للحاجات الأساسية. وبينما تخطط الإدارة الكردية للإفراج عن المحتجزين من الجنسية السورية، قالت وزارة الهجرة العراقية إنها تستعد لاستقبال أكثر من 30,000 عراقي سيتم إسكانهم في إحدى المخيمات في محافظة نينوى بعد تأمينه. هنا مخيم الهول على تخوم محافظة الحسكة السورية، قنبلة موقوتة يهدد انفجارها أطرافا عدة. المخيم يأوي عائلات مقاتلي داعش السوريين والعراقيين وحتى الأجانب. هؤلاء يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، حيث تنعدم الرعاية الصحية ويفتقد الأطفال للتعليم، وتتسرب مياه الصرف الصحي للخيام وتنتشر الأمراض. ورغم ضيق مساحته إلا أن المخيم يضم في جنباته أكثر من 68,000 سيدة وطفل من عوائل التنظيم، بينهم نحو 28,000 يحملون الجنسية السورية وقرابة 31,000 من حملة الجنسية العراقية، فيما الباقون من جنسيات عربية وأجنبية. قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المخيم تسعى لتخفيف ضغط الأعداد المتزايدة عبر خطوتين،
أولاهما الإفراج على نحو 15,000 امرأة وطفل من السوريين كمرحلة أولى تجاه الإفراج عن كل السوريين من سكان المخيم والسماح لهم بالعودة لمنازلهم بشرط الخضوع لبرنامج مراقبة. أما الخطوة الثانية فباتت على عاتق العراق الذي يخطط لنقل مواطني من مخيم الهول إلى مخيم العملة في محافظة نينوى بعد الانتهاء من تأمينه. مخيم العملة مهيئ بالكامل، نحتاج لتدقيق أمني وتطويق هذه الأماكن بطوق أمني حتى لا نسمح بتسللهم للمناطق السكنية. وتبقى العقبة الأبرز في طريق إغلاق ملف مخيم الهول هي وضع الأجانب من سكانه، إذ يرفض عدد كبير من الدول الغربية عودة مواطنيهم من عناصر التنظيم أو عائلاتهم، فيما تقبل دول أخرى وسط شروط مشددة عودة الأطفال فقط. قدر مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت تكلفة سد فجوة الفقر في العام الحالي لمن هم تحت خط الفقر الأدنى ب 838 مليون دولار أمريكي. المرصد وفي دراسة له أكد تضاعف هذه التكلفة 3 مرات منذ العام 2019 مع ارتفاع نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر الأدنى من 8% في العام الماضي إلى 23% في العام الحالي 2020. هذا وشدد صندوق النقد الدولي على وجوب إصلاح نظام الدعم لدى لبنان من أجل الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً والاستفادة بشكل أفضل من احتياطاته من العملة الأجنبية التي تتراجع سريعاً. كانت حكومة تصريف الأعمال قد حذرت من أن رفع الدعم عن واردات المواد الغذائية والأدوية والطحين والقمح سيؤدي إلى انفجار اجتماعي في وقت اعتبر المصرف المركزي أنه لا يستطيع الاستمرار في الدعم في ظل تضاؤل الاحتياطات. سياسياً، وبعد تأجيل الرئيس اللبناني ميشيل عون للاستشارات النيابية الأسبوع الماضي متذرعاً بالميثاقية الدستورية، نفى حزب القوات اللبنانية وجود صلة للاستشارات بالميثاقية حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، معللاً بأن الاستشارات محصورة بتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وتعداد الأصوات في نهايتها. كما أكدت القوات أنه مع غياب هذه الذريعة للتأجيل سيجد التيار الوطني الحر نفسه وحيدا ولن يتمكن من جر الآخرين إلى ملعبه لتعطيل اللعبة البرلمانية أو ابتزاز الحريري على حد تعبيرها. ولفتت إلى أن مشاركة نواب القوات بالاستشارات دون تسمية أي مرشح يفقد عون ومن خلاله بسيل ما وصفته بعدة الشغل لتبرير تأجيله الثاني لها. هذا ورأت الشرق الأوسط أنه لا مصلحة لحزب الله في إقحام نفسه في لعبة تعطيل الاستشارات نظرا لحرصه على إبقاء تحالفه مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي يرفض تأجيلها. وحذرت الشرق الأوسط من أن فرنسا لن تقف مكتوفة اليدين حيال من يسعى لتعطيل مبادرتها، ما يترك عون أمام خيار واحد وهو الالتزام بموعد الاستشارات الخميس المقبل لتجنب تجديد الحصار المحلي والدولي على عهده. فصل قصير مشاهدينا، ومن بعد نواصل هذه النشرة. يمن اتحادي آمن ومستقر يعيش أبنائه في ظل دولة عادلة، دولة المساواة. الحوثيون أفسدوا بهذه الأموال، الحوثيين سرقوا هذه الأموال من أفواه الجياع. هذه الدعوة من قبل الرئيس اليمني، هل ستلقى استجابة لتنفيذ الخطوات المتعلقة باتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض هو هدفها الرئيسي، وإعادة الأمن والاستقرار وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة. لدينا صور حصرية لانتزاعه مجموعة من الألغام التي وضعتها الميليشيات. لماذا هناك أزمة بإيصال المساعدات لهؤلاء؟ يجب أن تنتهي الحالة الشاذة الموجودة الآن في الجنوب. الحوثيين يستهدفون جيل بأجمل. في هذا الهجوم استخدم 8 طائرات مسيرة، إلى أي حد يعتبر ذلك دليلا على استمرار إيران في إرسالها للأسلحة إلى الحوثيين؟ We'll be right back.
الأخبار من الحدث. واشنطن تدعو القادم للسيطرة على الميليشيات المدعومة إيرانياً وتحذر من جر العراق للعنف الطائفي. جولة جنيف الرابعة تبحث إجراءات بناء الثقة بين الليبيين، والأمم المتحدة تأمل تجاوز عقبات وقف النار. السودان يؤكد للجنائية الدولية على محاكمة مجرمي دارفور ويقدم 3 مقترحات لكيفية محاكمتهم. إيران تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا، وتونس تحظر التجول والإصابات تتخطى 40 مليون. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال المدعي العام السوداني إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الجرائم المرتكبة في دارفور، وقال المدعي العام إنه تم التوصل إلى 3 مقترحات مع المحكمة الجنائية فيما يخص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، وذلك من أجل ضمان عدم إفلات هؤلاء من العقاب. وقدم وزير العدل مقترحات تشمل إقامة محكمة خاصة أو محكمة هجين أو اللجوء إلى حل التسليم. كل الأطراف متفقة أنه لا إفلات من العقاب، ووفقا لما هو وارد في اتفاقية السلام المسؤول المتهمين أمام المحكمة الجنائية والالتزامات المعقودة على حكومة السودان وعلى النيابة العامة وعلى وزارة العدل كل أجهزة الحكومة فيما يتعلق بالمسؤول المتهمين أمام المحكمة الجنائية. خرجنا للتو من اجتماع مثمر مع المدعي العام ووزير العدل السودانيين وكذلك فريق العمل من كلينا. أهم نقطة ناقشناها هي رغبتنا في رؤية تعاون أكثر من حكومة السودان تفاعلاً مع القضية التي نعمل عليها بشأن دارفور. كما تعلمون هناك طلبات توقيف من طرف المحكمة الجنائية، ونرغب في المضي قدماً، ولهذا نطلب تسليم الأشخاص المطلوبين أو النظر في حلول أخرى. من الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث سعد الدين حسن. سعد الدين أهلا بك معنا. إذا نناقش معك بتفاصيل أكثر المقترحات التي ناقشتها المحكمة الجنائية الدولية أو وفد المحكمة الجنائية الدولية مع المدعي العام السوداني بخصوص مرتكبي الجرائم في دارفور. نعم، يعني أخيرا أميط اللسام عن شكل التعاون بالإقرار من حيث المبدأ ضحى بأنه لا إفلات من العقاب الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي أصبح النقاش الآن في كيفية الخيارات المطروحة بين 3 خيارات: محكمة هجين أو محكمة خاصة أو النزوع إلى قرار تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ولكن يعني هذا الأمر فتح جدل كبير وسط القانونيين والمتخصصين في القانون الدولي حول الخيارات 3. أولا، مسألة المحكمة الهجين لم يسبق للمحكمة الجنائية الدولية في مسماها الحالي أن خاضت مثل هذه التجربة. كل التجارب السابقة ضحى كانت قبل قيام المحكمة الدولية. على سبيل المثال نذكر كمبوديا وكذلك تيمور الشرقية، في أفريقيا أيضا سيراليون وغيره، وكلها كانت بطلب من هذه الدول. أي هذه الدول هي التي تطلب من مجلس الأمن وليس من المحكمة الجنائية الدولية التي لم تقم في ذلك الوقت أن تتدخل، إما لعجز متعلق بعدم وجود قوانين، إما لعجز اقتصادي في قدرتها على القيام، إما لعدم ثقتها في عدالة القضاء. وفي هذه الحالة يقوم مجلس الأمن بابتعاث قضاء دوليين، ولكن يتم تطعيمهم، هكذا جاء مسمى الهجين من هذا الاسم، تطعيمهم بقضاء محليين. أما بخصوص المحكمة الخاصة أيضا نموذج طبعا محكمة تفضل لا تفضل كمل
بخصوص المحكمة الخاصة. طبعا المحكمة خاضت تجربة وهي محكمة خاصة من حيث الكيس أو الحالة قانونيا، كحالة لبنان طبعا في قتلة الرئيس الحريري، حالة يوغوسلافيا أيضا أقيمت لها محاكم خاصة، وهذه لا يشترط فيها الموقع أو لا يبقى الموقع، تقوم دائما بالاتفاق مع الدولة والمحكمة الجنائية الدولية. العقدة القانونية ضحى في هذا الأمر في مسألة المحكمة الخاصة، يقول القانونيون أن مسألة الإحالة أصلا تمت من مجلس الأمن، أحال الحالة السودانية وحالة إقليم دارفور عبر قرارين، هما القرار 1593 و94 من مجلس الأمن، لكي تطلع المحكمة الجنائية بهذا الدور. فهل مخول للمحكمة الجنائية وللمدعية العامة أن تتخذ قرار بإقامة محكمة خاصة دون الرجوع إلى مجلس الأمن؟ هذا أيضا هذه جدلية مطروحة. تفضلي. طيب متى سيتم يعني البت في أحد هذه المقترحات أو إحدى هذه المقترحات؟ من يقرر فيها؟ يعني هل القرار متروك للجانب السوداني؟ الحكومة يمكن، هل يمكن للحكومة أن تتفق على طرح واحد من هذه الأطروحات؟ نعم، بحسب التصريحات الأخيرة لمدعية المحكمة الجنائية الدولية وكذلك المدعي العام ووزير العدل أنها مطروحة على الطاولة لحسمها، ولكن كما ذكرت لك القانونيون بدوا يطرحوا الإشكالات والتعقيدات القانونية بالرجوع إلى صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية نفسها في اتخاذ قرار بشأن هل تكون محكمة هجين أم تكون هجين، هل بمعنى هجين هجين حالة وقانون دولي، كما نعلم في حالة العراق في عهد الحاكم بريمير تم قضاء عراقيين، ولكن القانون كان هو القانون الدولي في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وغيرها، وبالتالي الموضوع أكبر من الحكومة السودانية وقد يدخل فيه جدل دولي. نبقى في متابعة، شكرا جزيلا لك مراسل الحدث سعد الدين حسن، كنت معنا، شكرا جزيلا. أفاد مسؤولون بمستشفى هداسة عين كارم الإسرائيلي في القدس أن الحالة الصحية لكبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تدهورت صباح اليوم، حيث تم تنويمه ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، تعتبر حالته حرجة بعد أن كانت قد استقرت نتيجة إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الحالي. في تونس قرر رئيس الحكومة فرض حظر تجول في أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء للحد من تفشي فيروس كورونا. يذكر أن السلطات كانت فرضت حظرا للتجول في ولايات تونس الكبرى منذ يوم الخميس 9 أكتوبر لمدة 15 يوما لوقف انتشار الفيروس. ينضم إلينا من تونس الخليل ولد جدود موفد الحدث، أهلا بك معنا. إذن ما تفاصيل هذه الإجراءات الجديدة من جانب تونس؟ ضحى، في الواقع الحكومة التونسية تعمل على من جهة تخفيف من الضغط الاقتصادي ومن التبعات والآثار الاجتماعية لانتشار الوباء وللإجراءات الاحترازية تبعات هذه الإجراءات، وفي نفس الوقت هناك نمو لانتشار الوباء في تونس، والحكومة في نفس الوقت تعمل على إجراءات لمحاصرة الوباء وللتخفيف من حدة وطأته على التونسيين. في هذا السياق نرى اليوم قرارين، الأول بدء استقبال المقاهي والمطاعم للرواد، سماح لها بطاقة استيعابية معينة، وفي نفس الوقت إعلان رئيس الحكومة عن حظر للتجوال في جميع المحافظات البلاد لمحاصرة الوباء. قبل قليل وفي تصريح لاحق، مستشارة رئيس الحكومة أوضحت أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أعطى لمحافظي الولايات التونسية السلطة التقديرية لاتخاذ هذا القرار، وأن كل محافظ سيرى مع الجهات المعنية بمحاربة وباء كورونا التوقيت والإجراءات المناسبة بهذا الخصوص، ما يعني أن هناك مرونة ما ستكون في هذا القرار. طيب، لكن حينما نتحدث عن حظر تجول ابتداء من الغد، هل هناك إجراءات واضحة
فيما يتعلق بالحظر من الساعة كام للساعة كام ولمدة كم يوم، وما الذي سيحصل خلال هذا الحظر بالتحديد؟ ضحى، الأمور بهذا الشكل. في تونس العاصمة، ولايات تونس العاصمة الأربعة، تونس المدينة ومنوبة وبن عروس وريانة، حظر التجوال الليلي جاري منذ عدة أيام، وكان اتخذ قرار مماثل قبل ذلك في مدينتي سوسة والمنستير. الآن رئيس الحكومة أعطى جميع الولايات محافظو المحافظات التونسية السلطة التقديرية لفرض حظر تجوال مماثل في الولايات التي لم يكن مفروضا فيها من قبل. لكن في تصريحات لاحقة لتفسير كلام رئيس الحكومة أو قراره، مستشارته الإعلامية قالت إن رئيس الحكومة يتحدث، ما تحدث عن هو إعطاء الولايات السلطة التقديرية لفرض هذا الحظر، وأن كل والي على مستوى ولايته وبالتشاور مع اللجان المختصة والجهات المعنية بالعمل على الحد من انتشار وباء كورونا سيرى التوقيت والإجراءات المناسبة، ما يعني أن الإجراء قد يختلف من محافظة إلى أخرى حسب الوضعية الوبائية في هذه المحافظة. ضحى، شكرا جزيلا لك الخليل ولد جدود مفاد الحدث، كنت معنا من تونس. أعلنت السلطات الإيرانية وفاة 337 شخصا بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في حصيلة قياسية جديدة منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي. بحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة إلى أكثر من 30,700 حالة. شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف على أهمية تخزين مليار حقنة مسبقا بحلول نهاية عام 2021 لكي تستخدم لاحقا في حملات التحصين بمجرد توفر لقاحات معتمدة ضد فيروس كورونا. وأكدت مديرة اليونيسيف أهمية الإسراع في تجهيز هذه الكميات، مشيرة إلى أن المنظمة سيكون لديها نصف مليار حقنة جاهزة لنشرها حول العالم بحلول نهاية العام. تعتبر اليونيسيف أكبر مشتري للقاحات، وهي المسؤولة عن تنسيق الإمداد عالميا. الأخبار من الحدث. واشنطن تدعو القادمي للسيطرة على الميليشيات المدعومة إيرانيا وتحذر من جر العراق للعنف الطائفي. جولة جنيف الرابعة تبحث إجراءات بناء الثقة بين الليبيين، والأمم المتحدة تأمل تجاوز عقبات وقف النار. السودان يؤكد للجنائية الدولية على محاكمة مجرمي دارفور ويقدم ثلاثة مقترحات لكيفية محاكمتهم. إيران تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا، وتونس تحظر التجول والإصابات تتخطى 40 مليون. ختام هذه النشرة مشاهدينا، أعود وألقاكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.